مؤسسة الجمال للخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي بتقول للأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. وبتقول لكل أبطالها كل سنة وانتم طيبين، وفي عيد الأضحى دايما متجمعين، وكمان بنوزع العيدية على أبطالنا الحلوين. مع تحيات رئيس مجلس الإدارة الحاج سعيد الجمال والمدير الفني للأكاديمية الكابتن عبد الرحمن الجمال. مؤسسة الجمال تزرع الأمل في قلوب الأبطال. كل عام وأنتم بخير.